خليك الى ما عطيتني شي كاس ديال القهوه يكون مع الشر. رانا هاد الصباح عندي درس صعيب ومهم جدا جدا جدا. اصي عمر كيف الاحوال؟ ما كنسمعكش اش كتقول. داكشي اللي بغيت تقول كتبو في السبوره. هيا خدي نسالك كتابه. سي عمر كيف؟ ماشي كيف؟ 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 الحمد لله على كل حال. فين مرات؟ ام هاني. ام هاني هيا خليتها جايه ترعاني. خليتيها في مولاي عقوب. لا خليتها في جاي حلي ضربك. خليها تما تكمد عظامها مزيان. هاكا القهوه. هاكا هو السي الهشمي. بلسي بلسي غير الهشمي حرفيا الله يشويني فيك العويف. قبل استغفر الله العظيم كنت تحشم شويه الرجل راه كيشوف. واه اصباح اصباح رانا انا رانا كنجو طيمك. واه ما يتكلف معاك لا تتكلف معاك ان شاء الله خفيف. مالها مال صباح؟ لا لا بلت. والو والو اشنو سبب هاد الزيارة؟ سبب هاد الزيارة هو بلاتي. اولا جيت أنا شو يوافق جيت هاي هاي وهاد الشيء عندكم ولا بأولا وثانيا وثالثا يبا وثانيا ثانيا أبا أبا غي غي تك هدا هوا عارف لكم هلا أبغيتك تسلفني شي بركة يحفظك ايه حقدك جبتي هيا في الاردر. عارف جيتي على السلف بالحق ما كاين باس انا مستعد نسلف انما قول لي بعدا داكشي اللي كانت سالك الهاشمي رجعتيه ليا ولا مازال؟ سي عمر غير هاد المرة غير هاد المرة وما عمري ما باقي نعاود لله. اي اي لله اي اي لله ايوا سيدي من لي لله ما كاين باس انما شحال كانت سالك بعدا؟ واش كتبوني بندرهم؟ شحال؟ واش كنت كمان ندرهم؟ ما سمعتك شي اش كتقول؟ قيد هذا الرقم قيدو في الصفورة. شنو؟ يوا زعم شوية زعم كابر 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 يوا انا صافي بقيتي عاقلة غير على هاد الخرا ديال مولاي عقوب بالحق ما كاين باس وشحال بغيتيني نسلفك دابا؟ يوح 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 ما كنسمعك شي قيد صافي
10 ألف درهم ما كاين بس. أنا على الدمة أنسلفها لك. أنت زيد 15 ألف درهم زيدها على 5000 درهم هي جماعة جماعة من الجمع من الجمع. والآن ننتقل من المحادثة إلى الحساب. انتبهوا جميعا، عندنا 15000 درهم زائد 5000 درهم تساوي 5 + 5 = 10 5 + 5 تساوي 10. نضع الصفر ونحتفظ بها. محاربة الأمية. شوف راه كاين شي غلط تما الله علم. عاود رجع داكشي، عاود رجع داكشي. ايوا هذاك الرقم سيدي كيوصلنا ل 2000 درهم. ها 20000 درهم. ايوا عندك سيدي 20000 درهم. انما قول لي بعدا. نعم. هاد الفلوس اللي باغي نسلف اش باغي تعمل بهم؟ نور استغفر الله العظيم شحال قلت لي ما نشرح يا اخي. ما كنسمعك شي اش كتقول. كتب على داكشي اللي بغيت تقول كتبو. لا دابا ما غنكتبش، دابا غندير عندي معاك غندير الفاتحه. ها يا ربي فاتحه يا ربي. فاتحه. اي ندعي معاك فاتحه. اي يا ربي هالسيد راس ماك وصعب معاه الفلس يا ربي لما تطيروا في القريب العاجل يا يا ربي لما بقى عنده ما يدير بالفلوس يا ربي لما تفقه وتغنيني يا ربي يا ربي لما تعريه وتكسيني يا ربي يا ربي يا ربي هذا الرجل قلبه طيب وحنين ادعى معايا يا ربي داك الشيء اللي تمنى لي يعطيه لي يدو من عندك يا كريم الكرة ما يا أوري جبها لي يا فلورد وش سمح لك صباح صباح يا صباح عفقني في كاس الماء راني شحكت مال الماء 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 وعيت على صباح تجيب لك الماء راني عيت عليها أنظرة فين وصلتي والله إلا الفكرة ديال هاد الصبورة اللي طحت عليك إلا عجيبة وحمد الله الحمد لله اللي كتعرف تكتب أما ما يطح لك ما تنقل أصبح أصبح أنا رانا كنجبو طيب وي استغفر الله العظيم أطيب كل دعاء حبيب مالها عاود تاني مالها بلادها والو واسمع علاش هذا 15000 درهم انا غدا ان شاء الله غادي تلقاها موجوده انما نبغيك تصرفها على شي حاجه مهمه ومفيده ما نبغيكش حتى تمشي تعاود تبطرا على الخيل كيف العاده الخيل هو شكون اللي قال لنا كنلعب الخيل اصي عمر انا مزود بك الفلوس غدا ان شاء الله 15000 درهم غدا تلقاهم موجودين خاف الله يجازيك بخير صافي ما بقى كيقول واحد جوج حتى كيسبقني يا كان هاشمي صافي لقيتي غرامك وصطفيتي لي سي عمر حداك الله يسلمك ام هاني صافي الهاشمي انت دابا حيت كتعرف تزمم كتريت لوحدك ام هاني مسكينه طاحتي انتها في التراب كي داير مولاي عقوب وانت سيد ام عمر كاع ما لقيتي ما تعمل
غير تضربها بتصميقه على قلبك وتخلي اللي بغى شي ما يطلي يطلي. بغيت لك ضرر. عاوتاني تخاصمتو وسعي خاطرك شوية مهني وراه الخير في المساعدة. دوز انت تصالح مع مراتك. يلا دوز تصالح مع مراتك ونعلو الشيطان. انتو ما دايرين بحال القط مع الفار. لا صافي هذا ضربات سميك هذا معقول ما كاينش. قال لي فقيه قال لي ما باقي غادي يسمع لتا واحد من غير بنتك سعاد. هدف ولكن الهاشمي دابا حتى سعاد ما بقى كيسمع ليها. ياك ما تكون كثرات له في الحريره. صافي هذه ما تكون غير دقه الحريره هي اللي ضربات ليها التصميك هذا. ايوا هكذا نبغيكم ومصالحين ومتفاهمين بحال الخويرات. راه ما كنبغيش نشوفكم مقلقين ومخاصمين. شوف الهاشمي كتب له وقول له بلي راني مشيت عند الطبيب ديال السنان وراه طلب ليا 60,000 ريال ولا قول له 80 مره باش نتي 20,000.